قرية من الجميع سميتها زليجة بوبكر. زليجة سيدي بوبكر هي سميتها زليجة لأنها قرية من جميع، يعني كانت معروفة دي شركة كبيرة عالمية من جميع، وسيدي بوبكر لأن فيها ولي من أولياء الصالحين سميته سيدي بوبكر. فهذه القرية كانت متميزة عن باقي القرى على أساس أنها زعما كانت يعني أولا بناها هو مهندس فرنسي اسمه جو والتر، واكتشف فيها بعض المعادن، وبالتالي قرر أنه تكون على شكل قرية، ولكن كانت قرية متميزة بأشجارها وبمنازلها وعلى شكل يعني واحد نوع من يعني منازل جميلة وبالأشجار بالبيسين، وثم أيضا يعني الحدائق كانت فيها حدائق جميلة أيضا، وكانت على شكل كانت تلقب بسويسرا الثانية لأنها كانت عندها جمال، وكانت في قمة جبلية عالية حتى أن كانت فيها ثلوج في فصل الشتاء، حتى أننا ما كناش نقدروا نمشيوا للقرية من كثرة الثلوج. كنتذكر لما كنت صغيرة أنه لما كانت تهطل الثلوج بكثرة كنا نبقى في المنازل ديالنا. اللي كان يميز هذه القرية أيضا أنها كانت يعني كان سكانها من مختلف الجنسيات، يعني مختلف الديانات، فكان هناك واحد نوع من التعايش، وكان يعني كانت الأفراح ديالنا والأحزان ديالنا نشتركها جميعا. فكانوا مثلا جيران يهود أو مسيحيين، وكانوا أيضا من جنسيات كنديين فرنسيين إسبان وأمريكانيين يعني، ثم أيضا كان هناك مجموعة من المغاربة اللي جايين من مناطق مختلفة، منهم من منطقة من أهل سوس من الريف، كانوا أيضا من يعني من دكالة من مراكش. فجعلت هذه القرية كانت متميزة بهذا الاختلاف الثقافي والاختلاف الديني، وكانت هذه القرية على الحدود المغربية الجزائرية ببعض الكلمات يعني على الحدود المغنية، دليل أنه يعني كما قلت لك عزيزتي كانت يعني أفرحنا نشتركها مع بعض وأحزاننا نشتركها، حتى أنا كان مثلا طقوس رمضان يشاركوا لها معنا، حتى أنهم كانوا يقسمون معنا المائدة الرمضانية، وإحنا كنا أيضا نعيش معهم أجواء يعني النوال والسنة الهجرية يعني السنة الميلادية، وكنا أيضا نعيش معهم حفلات الباك وحفلات أخرى، وهم كانوا أيضا يساعدون معنا بعيد الفطر وعيد الأضحى وبكل أعيادنا وبكل مناسباتنا. فبالتالي كانت هذه القرية كانت دائما في أعياد ومسرات واحتفالات على طول السنة، وكنا في يعني في القسم يعني نشاركوا هذا الصف مع تلميذات وأطفال من جنسيات أخرى ومن مناطق مختلفة. في العدد ديالنا في هذه القرية كانت مختلفة أيضا، خاصة عندما أتكلم عن العادات المغربية، حيث كان يجمع فيها ما هو من جنوب المغربي من الصحراء، وأيضا كان من الأمازيغ، وكان أيضا من كل المناطق أهل فاس وأهل مراكش. فجعلت هذه القرية يعني والله كانت قرية متميزة بكل المقاييس، صنعت مني أنا كشخصية مختلفة أيضا، شخصية يعني تؤمن باختلاف الثقافات، تؤمن أيضا بالحفاظ على الموروث الثقافي والحفاظ على العادات والتقاليد. يعني كنت أنبهر بالجمالية العادات والممارسات الأشياء الجميلة وباللمة العائلية، وهذه الأشياء يعني
أثرت في شخصيتي لأنني اهتميت كثير في مساري الدراسي في الحكايات الشعبية والتراث الثقافي اللامعي.